شو بدي ساوي؟ عزيز كيف بدي لاقي دليل وما في عنا وقت كتير؟ دقيقة حبيبتي إليف، نحن رح ناخذ منك شوية دم وبعدين رح يعملوا تحليل إلك وللمدام رنا، ولحتى تطلع النتيجة كم يوم بده؟ بده تقريبا شي أسبوعين. تحليل دي ان اي، تذكرت انا عملت هذا التحليل بالمشفى. ايه منيح، رح يفيدنا كتير. يلا امشي وبلا ما نضيع وقت. وشو خطر لك تعملي هالتحليل؟ البنات هنن قالوا لي اعمل التحليل، كانوا شاكين انه هي بتكون امي، اخذوا من جاكيتها شعرتين وانا اعطيتهم دم، وبعدين عملت التحليل وهي هي كل القصة. ان شاء الله تزبط معنا. طيب بتكون طلعت النتيجة؟ اركبي هلا منتصل بالمشفى. طيب. عزيز انت لوين رايح معه؟ بدك تحاسبيني؟ ايه بحاسبك، انا بكون مرتك. اما للمسكينة تقوصي، تتفهمي الموقف؟ انت تزوجتني لإلي مو لإلها، ولازم تبقى معي انا. رح ابقى جنبها طول عمري، والاحسن تتعودي على هذا الشيء. مستحيل اتقبل فكرة انك تكون قريب منا، فهمان؟ طلعي فيني وليه؟ تعالي لهون، اذا بتغلطي معها رح انهي لعبة زواجنا، وهلأ انقلعي من وشي. اي تمام، مثل ما بدك. انا رح روح هلا، بس اتاكد انه في غيري رح يحكي، ورح ورجيك كيف تهددني يا عزيز افندي. ليش يا رنا؟ ليش ما ضليتي ساكتة؟ كتير قلت لك روحي بس يبستي راسك. ليش وقفتي بوشي وخليتيني أوصيك يا رنا؟ كتير نبهتك وحذرتك وقلت لك روحي، وقلت لك التمن رح يكون غالي كتير، بس ما سمعتي كلامي. وهلأ حياتك عم تستنى كلمة واحدة مني، وانت بتعرفي أنا ما بقدر اسمح لك ترجعي تعيشي يا رنا، ما بقدر. يا عمري أنا بنتي، أمي أمي يا روح الماما. إليف أنا بعتذر كتير، أنا بترجاك تسامحيني. اللي لازم تسامحيني، كيف ما فهمت من الأول؟ كيف ما حسيت فيك؟ اصحك بنتي، لا تلومي حالك أبدا، انتي مالك ذنب بأي شيء، كل الحق علي. أمي 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 بحبك كتير يا عمري أنا، ما بتصدقي قديش تعذبت واحترقت على غيابك. أنا آسفة كتير على كل شي، بترجاكي سامحيني، بس والله ما كنت بعرف. أوعك تتضايقي، المهم التقينا ورح ننسى الهموم. بدي اياك تخبرها لإليف انه انا وعزيز تزوجنا. تكرمي، صدقيني ما في اسهل من هاي الشغله ابدا. بعدين بنتي جوليا صورت كتير صور بعرسك انت وعزيز. ايه هلا نحن منوزع الصور بكل البيت، وطبعا بس هي تجي قالوا بتشوفهم بالصدفه فبتنحل كل هاي القصه. اصلا جوليا راحت من بكير كتير لحتى تجيب الصور. ايه كتير منيح، معناتها انت بتعرف هلا شو لازم تساوي. ايه بعرف بعرف، بس يا ترى انت بتعرفي شو لازم تعملي كمان؟ اه هاي الشغلات اخذ وعطا، انت بتعرفي مو هيك؟
خلي جوليا بعد ساعة تكون عندي بالبيت، رح أعطيها مصاري. ماشي رح أبعتها على أكيد. اسمعي أنت مانك غريبة، بس مشان هيك ما قلت لك على رقم كبير، يعني رح أخذ اللي بيطلع من خاطرك، بعدين أنت بنت حسب ونسب. إيه ماشي، مع السلامة، بأمان الله سهام خانو. ألف الحمد لله عم تشدي علينا مصاري، ولك كمال نقشت معك آخر شي، سبحان الله، بتسكر باب بوشك بينفتح لك 100 باب. بنتي استني شوي، لا تفوتي لجوا، روحي فورا على بيت سهام. ليش؟ اتصلت لهون وقال بدها مننا معروف صغير. شش، لك لا تعملي هيك، يعني ما في شي من دون مقابل. وشو بدها هالمرة كمان؟ وشو رح يكون بدها؟ بدها يانا نبعد إليف عن عزيز. اصلا الحمد لله ما في عنا غير هالشغله لحتى نعملها، والكل راكدين ورا هالقصه هاي. شو هذا وليه؟ ولا شيء، رح فوت غير ثيابي. ما رح تنفدي بكم قرش يا سيهام خانو، وخصوصي وأنا بعرف كل هالمعلومات. انتبهوا مثل ما حكينا، ما لازم تخلوا جماعة الحجاب يتنفسوا، تضغطوا عليهم وبتكبسوا على نفسهم بالمواقف وبالشوارع وبالباصات، يعني بكل مكان. وحتى إذا اضطريتوا تشيلوا الحجاب عن راس كم وحدة ما لها مشكلة، ماشي؟ بدي إياكم تنشروا هالتعليمات بكل مكان بالبلد، يعني خلي الإعلاميين ينشروا هالموضوع بكل الوسائل، وحتى بالتلفزيون بتحطوا أخبار عن هالضغوط يلي عم بتصير، يعني بدنا نعمل تغطية كبيرة لهذا الموضوع. إيه هيك، مثل ما قلت بالضبط، لازم تتحركوا بأسرع وقت. إليف كورال، من شي أسبوعين عملت تحليل الدي ان اي. طيب عم استنى، رح تدور لي على النتيجه. انا عصبت على البنات وقلت لهم بلا هالقصه، الله يكملها معنا يا رب. بعتوا النتيجه؟ ماشي، بتشكرك كثير. بعتيني النتيجه على البيت بالبريد، اتصلي واسالي. يلا. الو الو بابا، قال لي اجاني شي ظرف اليوم. لا ظرف شو ها؟ لا لا استني شوي، اتذكرت كان في بايد جوليا هيك شي. ايه بابا لو سمحت تتاكد اذا بعثوا لي من المستشفى. صدقيني ما بعرف جوليا وين حاطه الظرف، بعدين هي طلعت من البيت. طيب نحن جايين على البيت. شو صار؟ اجى الظرف بس بابا ما بيعرف جوليا وين حاطته، خلينا نروح على البيت. طيب ماشي، استعجل شوي بالله. خدي. شو هدول؟ شو؟ يعني ما عجبوكي؟ عزيز لسه لهلأ ما بيعرف بموضوع حمل إليف، وفوقه ما بيعرف إنه أنت يلي حاولتي تقتلي ابنه. اسمعي ولي، هلأ بقطع لك لسانك. اقطعي لي إياه. هاد يلي عم تعملي اسمه ابتزاز. يلي عم تعملي اسمه قلة وجدان. لك أنت كنتي رح تقتلي ولد لسه ما خلق وجاي عم تعطيني درس بالأخلاق؟ الحق علي اللي عم قطعتها مع ناس مثلكن. خدي. بدك الحقيقة، أنا فكرت هلأ إذا بتفوتي على السجن رح كون مبسوطة أكتر ما أخذ مصاريكي. لك أنت شو عم تحكي؟ تعي لهون. أنا رح روح أحكي كل شي للناس، بدي أخبرهم عن كل أكاذيبك وألاعيبك وإنك حاولتي تقتلي إليف. ما فيك تعملي هيك شي، عم تفهمي؟ صدقيني بقتلك وبدفنك بأرضك قبل ما تحكي. بابا إذا بتعرف مكان الظرف خبرني ولا تخليني أتعذب على الفاضي. ولك يا بنتي، أنت بتعرفي أختك جوليا بتخبي الأغراض مثل العفاريت. يا الله مو معقول. لازم نلاقي التحليل بأسرع وقت، حياة المدام رنا متعلقة بهالتحليل. إليف يمكن لقيت شي. نعم على هالحظ، كل هالظروف فاضيين ولا واحد منهم. تذكرت
اسمعيني إليف شو بدي قلك، جوليا دائما إذا جابت معها أي غراض فورا بتحطه بهاي الخزانة، دوري فيها أحسن لك، دوري. إليف أنا بدور هون، أنت دوري بغرفة جوليا. تمام. حسبي الله ونعم الوكيل، شو هالحالة هاي؟ أنا رح أحكي كل شي لعزيز ورح خليه يكرهك. قلت لك عم تفهمي؟ دخلك بيدي. ما حدا بيقدر ياخد عزيز مني، عم تفهمي؟ عزيز إلي لحالي، عم تفهمي؟ والله لحتى خلص عليكي. وين الظروف؟ دخيلك يا ربي ساعدني. المريضة بلشت تستفرغ. صابة نزيف بالدماغ، ناخدها على غرفة العمليات. السيد قدرت هون؟ ما بعرف. بتروحي فورا وبتدوري بالمشفى، بتحاولي تلاقيه بسرعة، يعني لازم تصلي له. تعالي لهون، تعالي، ساعدوني. وين بدك تروحي مني؟ عم قلك تعالي لهون.